هذا وقد استقبل قداسة البابا طوادروس الثاني صباح اليوم أيضا فضيلة مفتي الجمهورية الأستاذ الدكتور شوقي علام، وذلك للتهنئة بعيد الميلاد المجيد. حضر اللقاء أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء أنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، وأنبا دانيال أسقف المعادي وتوابعها سكرتير المجمع المقدس، وأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة، والقموس سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والقس كيرلس أنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والقموس موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة.